عظمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين بنيك وعلى الدماء السائلات بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مدينة جدنا لا تقبلينا قيل أن هذه الأبيات أنشأتها الحوراء زينب سلام الله عليها لما لاحت لها معالم المدينة. ما أدري لاحت لها معالم المدينة أو أنبأوها أنها قد اقتربت من المدينة، لأن الروايات تقول أن زينب سلام الله عليها قد غشي بصرها، يعني ما وصلت المدينة إلا وزينب عمياء، ما كانت تبصر طريقها. روحي فداها. مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهل جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا، نبقى تبحير واسوج باليدين باليدين، لا عباس يبرالي ولا حسين، لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني
من أبجي وتهمل العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر ويالي أنا بيا وجه طبتي المدينة 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 وش أقول إلا اللي يقول حسين وأنا وش أقول إلا اللي يناشدني من الناس أخوك حسين وأنا وين عباس أقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس إلا في القطعة ويمينه إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال مولانا وإمامنا أمير المؤمنين وسيد الوصين علي بن أبي طالب عليه وآله الصلاة والسلام في وصف نبينا الأعظم أبي القاسم محمد وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله انتجبه في القدم على سائر الأمم على علم أنه انفرد عن التشاكل والتماثل انتجبه آمرا وناهيا عنه أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه نور قلوبنا وثقل موازيننا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. بداية عندي اعتذار وملاحظة وبعد ذلك أدخل في البحث إن شاء الله. أما اعتذاري فأعتذر من الإخوة الحاضرين وسيما القائمين على هذه الحسينية العامرة خلال هالثلاث ليالي لارتباط بمجلس آخر بعد هذا المجلس، فإني أقصر كثيرا في البحث في البيان، وأنا ألتمس منكم العذر أخواني وأخواتي والمؤمنين والمؤمنات، وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يكتب لنا الحياة لعلنا نعوض هذا النقص إن شاء الله في الليالي التي تلي هذه الليالي الثلاث بحول من الله تعالى وقوته. أما الملاحظة، الليلة البارحة أحد الأخوة أشار إلى ملاحظة ومع شديد الأسف صعدت المنبر ونسيتها. ذكرت هذه الملاحظة في السنوات الماضية، أعيد هذه الملاحظة مرة أخرى. أول ما هل شهر ربيعنا الأول انتشرت رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أقسم برسول الله وبل الحسين أن رسول الله ما قال، والله ما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا مرة ثانية أقول والله رسول الله ما قال، من بارك الناس بشهر ربيع الأول حرم الله جسده على النار. أقول والله ما قال رسول الله. بحثت حتى عجزت في أمهات كتب الحديث، وحتى مو أمهات كتب الحديث، حتى الكتب اللي ما حد يلتفت لها، بحثت عن هذا الحديث فما وجدت له عين ولا أثر. وفي تناقل الحديث بعض المؤمنين يبي يعني يقول لك والله عشان يخلي نفسه من المسؤولية الشرعية، شو يكتب؟ منقول. منقول عمي ما يعفيك على المسؤولية الشرعية،
من نسب لرسول الله صلى الله عليه وآله قولا ما قاله رسول الله فهو مفتر كذاب على رسول الله، كذاب، ويدخل في ضمن من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله سيكثر علي الكذابون، كذاب. من ينقل مثل هذا القول ويقول قال رسول الله كذاب مفتري على رسول الله، هذا أولا. ثانيا، أبارك راه شهر ربيع الأول بأي مناسبة؟ بأي مناسبة أبارك شهر ربيع الأول؟ نعم، في شهر ربيع الأول مولد النبي، لكن أول الشهر تعال، أول شهر ربيع الأول رسول الله صلى الله عليه وآله بعد جثة لم تغسل ولم تكفن، ترى دخل شهر ربيع النبي صلى الله عليه وآله مات 28، استشهد النبي 28 صفار، 3 أيام النبي ظل بلا غسل ولا كفن، يعني غسل النبي يوم 1 ربيع. شو تبارك يعني؟ ما أدري، تبارك أن النبي ما غسل؟ شو تبارك؟ تبارك أن القوم في أوائل شهر ربيعنا الأول هجموا على دار فاطمة؟ تبارك أن القوم ربوا أضلاعها، أسقطوا جنينها، لطموها، فعلوا أفاعيلهم بابنته الزهراء؟ شو تبارك؟ تبارك مثل الليلة القادمة على رواية أنها شهادة فاطمة المعصومة أخت الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، على بعض الروايات باشر ليلة يوم الجمعة يوم 4 من شهر ربيع الأول رحيل واستشهاد السيدة فاطمة المعصومة، مكظومة محزونة مألومة موجوعة على استشهاد أخيها الرضا. شو تبارك؟ تبارك يوم 5 من شهر ربيع الأول استشهاد السيدة سكينة بنت الحسين صلوات الله وسلامه عليه، المظلومة المقهورة المضروبة المهانة. تبارك يوم 8 ربيع الأول استشهاد مولانا الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. يا مؤمن يا مؤمنة، إذا جاك مثل هالكلام ضعه في الميزان، وزنه بميزان الإيمان، بميزان التقوى، بميزان العقل. وإذا أنت مو من أهل الحديث ومو من أهل العلم، أرجع هذه المسألة لأهلها، سل العلماء اللي هذا شغلهم، هذا عملهم، هذا الحديث صحيح لو مو صحيح. قبل سنتين ولا 3 سنوات كتبت أنا حول هذا، وقام علي واحد أنت تكذب أحاديث رسول الله، قلت له أنا أعطيك من الآن، مو بعد سنة، من الآن إلى أن واحد مني يتوسد التراب، إذا أنا مت ولا أنت مت واحد منا اللي يسبق الثاني يجي يثبت هذا الحديث، أنا إلى أن أموت أقول هالحديث ما له وجود، وأن ناقله كاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. عاد كاذب بالخطأ، كاذب بالعمد، ويا رسول الله ينجاز. لكن بعد التنبيه، أكو بعض الناس مهما تنبه يصر، عنده إصرار، خلاص هو مقتنع بهالأمر. عمي ما يصير. أحبائي أعزائي موالي الكرام، أنا أقل خدامكم، لكن الله الله في أنفسكم، الله الله في تناقل مثل هالأحاديث اللي ما لها صحة، ولا راسلين لدعاء يا فارج الهم ما أدري شنو، ولا ملحقة برواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله من علمه لسبعة قضى الله حاجته وفرج همه.
بحثت عن الدعاء وعن الرواية أيضا ما لها وجود، ما لها وجود، لا الدعاء له وجود ولا قول للمصطفى المزعوم هذا أيضا له وجود. ما أقول لك لا تدعو، ادعو أنت، ألف دعاء وادعو، ألف دعاء وادعو، يجوز حتى في الصلاة موجود في الرسائل العملية، يجوز، يجوز لأن يدعو الإنسان لأمور دنياه، يرفع إيده في الصلاة إلهي ارزقني 1000 دينار، يصير؟ قال يصير، يجوز، بس لا تنسب للنبي، لا تنسب الدعاء للنبي، لا تنسب الدعاء للمعصوم، لا تقول قال، لا تفتري على الله، لا تفتري على رسول الله، لا تفتري على الأئمة، كافي، ترى اللي افتروا عليهم ما قصروا، ما يحتاج احنا بعد نصير زود عليهم. من مقتضيات الولاية الحقيقية أن الإنسان يكون دقيق مثل هالأمور، مو كل شيء واحد يرسل لك. عاتبت واحد بيني وبينه، قلت له عمي ليش ترسله؟ قال أرسله بعض المؤمنين الثقات. قلت له عجيب يا أخي أنت، والله ناس عجيبين وغريبين. عمي يذكر لي، ما أريد مصدر، مو مصدر، أريد ربع مصدر، مو مصدر كامل، ربع مصدر، جيب لي هذا الرواية قول لي مذكورة بقصاصة من كتاب، قصاصة مكتوب فيها بكتاب فلاني إنها مروية عن النبي. عمي مو مروية، الدعاء مو مروي عن النبي. لو يحلف، أقول لك أنا شايف يعني بعض يحلف، وحق الزهراء البتول أرسلت السبعة وباشر بشروني. عمي خل الزهراء بمحلها، الله يرحم أمك وأبوك، خل الزهراء بمحلها ولا تعلف بالزهراء، لا تزيد ذنبك ذنب، لا تزيد ذنبك بعد ذنب، تحط ذنب فوق ذنبك تذنب ذنب آخر وتحلف بالزهراء كذب. تحذروا يا مؤمنين، وترى واجب علي وعليك وعليك أي واحد يوصل لمثل هذه الأمور أنه يرد، واجب عليه، تكليفه الشرعي، مكلف شرعا يرد ويبطل مثل هالأقاويل، إما أن يتأكد من صحتها. أنا دائما اللي يرسل لي مثل هالأمور أقول له لو سمحت بس بلا زحمة عليك ترسل لي مصدرها، قول لي موجودة في الكتاب الفلاني في الجزء الفلاني في الصفحة الفلانية. وهذا ما يعجزك هالأيام، هالأيام هذا مو معجز، ما يطب لك لا تروح مكتبة ولا تفحص كتب ولا تدور في الكتب، ماكو. معروف أخونا العزيز جوجل دخله وشوف هذا الحديث موجود له مصدر، إذا وجدت له مصدر يلا اذكر لي المصدر وسكت كل واحد يتكلم، قل هذا مصدر للحديث، هذا موجود في الكتاب الفلاني، علق بذمة صاحب الكتاب، لا تعلق بذمتك أنت ولا تعلق بذمة المؤمن اللي رواه. لا تقول لي ناقلين بعض المؤمنين، رواه بعض المؤمنين. قلت له واحد من المؤمنين شوية غضبت عليه، قلت له ما علي منك لا أنت ولا من ولا هذا واحد ولا المؤمنين، ذول المؤمنون اللي أنت توصفهم ما بالنسبة لي في الميزان ما لهم ولا قيمة، ما يساوون قشة، ما يساوون عندي ولا قشة. قال شو ما يساوون قشة؟ قلت له اللي كذب على رسول الله ما يساوي عندي قشة ولا أقل بذل القشة، ما يساوي عندي ولا شيء، اذكر لي الحديث واذكر لي مصدر. عندك شدة وعندك عزم وعندك قوة وتحب أحاديث رسول الله وتحب أحاديث المعصومين، خمسة اشتر لك كتاب وكل يوم نقل لك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله،
اكتب لك حديث 4-5 كلمات عن النبي صلى الله عليه وسلم مع مصدر الحديث. اكتب لك دعاء. تحب الأدعية؟ ما شاء الله ألفوا قامت مؤسسة في قوم الله يحفظهم جميعا، ما أدري نسيت اسمها، مؤسسة الإمام المهدي، ما أدري مؤسسة أخرى. اجتهدوا الجماعة فترة من الزمن وجمعوا مجموعة يمكن 7-8 مجلدات موسوعة أدعية النبي والأئمة، راحوا حق أمهات الكتب والمصادر وجمعوا كل ما ورد عن النبي وعن الأئمة من أدعية وجمعوها كلها بكتاب واحد. أدعية منها 3 كلمات ومنها 30-40 صفحة. يلا دور لك، هذه أحاديث معتبرة وروايات صحيحة ومصادرها موجودة، انقلها انقلها، خل تستفيد الناس، خل تستفيد الناس من أدعية النبي. أما لا تنسب مرة ثانية، لا تنسبوا، حاشاكم، بعيد عنكم، لا تنسبوا للنبي ولآل النبي ما لم يقولوه، لنصير مثل فلان وعلان في زمن النبي وبعد زمن النبي، ما غمضت عين رسول الله إلا ألفوا عليه 1,000,000 حديث. يعني لازم نصير مثلهم؟ لازم نحتذي حذوهم؟ ذولا كذبوا على رسول الله أشكال وألوان، كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، افتروا على رسول الله حتى امتلأت الكتب من مفترياتهم على النبي، افتروا على النبي لما قالوا بس. ومن بعد رسول الله افتروا على أمير المؤمنين، وافتروا على الإمام الحسن، وافتروا على الإمام الحسين، وافتروا على الأئمة. ما من نبي، ما من إمام من الأئمة إلا وتشوف لك 5-6 وأكثر من ذلك طلعوا في زمنهم يكذبون على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ينسبون للإمام ما لم يقل. ضاع وقتكم الثمين، لكن هذا المؤمن نبهني الليلة البارحة وقلت حتى لا يفوتني هذا وحتى لا تبقى هذه المسألة في ذمتي، تحذروا 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 من تناقل مثل هالأحاديث. ومرة ثانية، كل من وصله صوتي وصوت غيري من العلماء، أنا مو من العلماء، من وصله صوتي وصوت غيري من العلماء والخطباء والأجلاء في تكذيب مثل هالأمور، ترى مكلف شرعا، مكلف شرعا إذا وصله مثل هالحديث ومثل هالأدعية أن يرد على ناقله ويكذبه، واجب شرعي عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعتذر منكم جميعا، مضى وقت المجلس، لكن أسأل الله أن يكون في محله وفيه الفائدة والمنفعة لأهل الإيمان، لعله مثل هالأيام والليالي وردت زينب سلام الله عليها إلى المدينة. زينب قضت في كربلاء بعد رجوعها 3 أيام، يوم 20 من صفر، يوم 21 ويوم 22. في اليوم 22 أو قيل في اليوم 23، يعني بعد 3 أيام، جاء الإمام زيد العابدين يجهز المحامل لبنات رسول الله. جاءه لعل اللي جاء بعض بني أسد أو جاءه جابر الأنصاري. يا ابن الحسين، هلا تركت زينب وأخواتها حتى يتزودن من قبور قتلاهن؟ خل زينب شوية تشفي صدرها، زينب موجوعة ومألومة، زينب ما تعودت تفارق الحسين سلام الله عليه، ومفارقته صارت لها 40 يوم.
خلي زينب تشبع بكاء ونحيب. فقال لهم الإمام سلام الله عليه: أيها الناس، إني أعلم من الله ما لا تعلمون، والله إن تركت عمتي زينب سلام الله عليها ساعة بعد ذلك والله لتموتن زينب بين الحسين والعباس، إنكم لا ترونها ما تصنع. قالوا: يا ابن الحسين وما تصنع؟ قال: تقف على قبر الحسين وعينها على قبر العباس تنادي: أخي عباس، متى تقوم وتنشر لواءك على رأسي؟ توقف على قبر العباس تنظر إلى قبر الحسين تنادي: أخي حسين، كيف أدخل المدينة وهي خالية منك؟ ما زال هذا حال زينب ورايحة جاية، إلى أن جاءها الإمام زيد العابدين: عم زينب قومي. قالت: ابن أخي إلى أين؟ قال: عم زينب نريد أن نرجع إلى المدينة. قالت: يا ابن أخي، ومن ذا بقي لي في المدينة؟ ما أصنع في المدينة؟ الإمام سلام الله عليه أقام عمة زينب، لعل زينب مثل هالأيام وردت إلى المدينة. وصلت إلى المدينة، لما اقتربت من المدينة جاء الخبر إليها، جاءت للإمام زين العابدين قالت: ابن أخي، ما لي قلب أدخل إلى المدينة. قال: عما ما تأمرين؟ قالت: ابن أخي، إن كنت مستجيبا لطلب عمتك اضرب لي خيمة خارج المدينة، وكل من يريد يعزيني يجي لي خارج المدينة يعزيني بأخي الحسين. فامتثل الإمام زين العابدين طلب عمته زينب، ضرب لها خيام خارج المدينة. التفت إلى بشر بن حذلم: يا بشر، إن أباك كان شاعرا، فهل تحسن الشعر؟ قال: بلى. قال: فادخل المدينة وانع الحسين، فإني أكره أن أدخل المدينة على حين غرة. دخل بشر بن حذلم، التفصيل تعرفه، دخل بشر بن حذلم ينادي: يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرا. الجسم منه بكربلاء مبرج، والرأس منه على القناة يدا. تبقى مصونة ولا مخدرة في خدرها إلا وقد خرجت على صوت بشر بن حذلم. من ضمن من خرج أم البنين سلام الله عليها، إلى أن وصلت إلى زينب بتفصيل معين، محمد بن الحلفية سلام الله عليه سمع الضجة والصيحة، التفت إلى غلمان قال: غلمان، ما هذا الصياح؟ ما هذا الصراخ؟ قالوا: يا ابن الحسين، يقولون أن أخاك، قالوا: يا ابن أمير المؤمنين، يقولون أن أخاك الحسين قد رجع من العراق وقد نصره الله على عدوه. قال: الحسين أتى ولم يأتي لزيارتي وأنا عليل. قالوا: يا ابن أمير المؤمنين، إن أخاك الحسين يرتقب قدومك. خرج محمد بن الحلفية وإذا به
يسمع الضجيج والعجيج والبكاء في المدينة. قال غلماني ألستم تقولون أن الحسين قد رجع وأن الله قد نصره على عدوه؟ قالوا بلى. قال فما هذا البكاء الذي أسمع؟ قالوا يقولون أن ابن عمكم مسلم ابن عقيل قد قتله أهل الكوفة. قال وإن كان مسلم عزيز علينا ولكني أرى البكاء لغير مسلم. أصدقوني ما الخبر؟ ما تكلموا معه. مشى محمد بن الحنفية حتى اقترب من الخيمة إذ بئي يسمع الصياح. هذه تنادي وسيدا، هذه تنادي وأبتا، هذه تصرخ وعما، والكل ينادي ونادي معهم وحسينا. لما سمع اسم الحسين خر على الأرض مغشا عليه. أقبل بعض الناس يا ابن الحسين إلى الإمام زين العابدين، يا ابن الحسين أدرك عمك. جاء الإمام زين العابدين أخذ رأس عمه وضعه في حجره. تقاطرت قطرات من دموع عينيه على وجه عمه انتبه. قال علي هذا؟ قال نعم يا عم أنا علي. قال أين أبوك الحسين؟ قال عم قتل. قال وأين عمك العباس؟ قال قتل. قال وأين أخوك علي الأكبر؟ قال عم يا محمد لا تسلني عن الرجال، عن يا محمد لم يبق من الرجال غيري. عم يا محمد ما رجعت إلا بأرامل ويتامى. بينا محمد بن الحلفي عند ابن أخيه إذ قدم بعض الجواري إلى زينب. زينب قالت نعم. قالوا إن أخاك محمدا قد أقبل. قالت أخي محمد أقبل؟ قالنا نعم. قالت أيتها النسوة سندنني فلا طاقة لي على القيام. زينب بعد ما عندها حيل تقوم، فسندنا النسوة. خرجت مولاتنا زينب أقبلت نحو محمد بن الحنفية. لما رآها محمد صد بوجهه عنها، نادى يا ابن أخي قل لهذه المرأة الأجنبية فلتتنحى عنا. قال عم يا محمد أما عرفت هذه المرأة؟ قال لا والله ما عرفتها. قال عم يا محمد هذه عمتي زينب. وضع يده على رأسه نادى الله أكبر، هذه زينب الهاشمية. قالت لا أخي محمد أنا زينب المسبية. محمد نادي يا زينة يا أب والقلب بالحزن ذا، ما تخبريني يا زكية اشحل عليكم من مصا. نادت والقلب ذايب والجسد منها نحي، شوف خويا الراس شايب والدمع من ليسي، شاب راسي يوم شفت حسين من دمه غسي. وانت يا محمد مجرب لا عتفراق الأحبة. قال صدق حسين خيي ما تمحد والسدى، وعقب ذبح فوق صدره جالت خيول العدى. قالت وصالة شفتها قبال عين مبددة،
وشفت راسه يا محمد شايلنا على الحرى. قال شايع خبر يا زينب وظن هذا بعيد. قالت اخبرني الدهار بلكت يسويها ويزيد. شنو هذا اللي مو مصدقه محمد؟ قال دشيتي صدق حسرة على الفاجر يزيد. قالت والله دخلنا ومجلس مملي اجنا. اللهم صل على محمد وآله. نسألك اللهم وندعوك بزينب الكبرى فرج عنا يا الله. اللهم اشف مرضانا وعاف احيانا وارحم امواتنا وأد ديوننا واقض حوائجنا وفرج همومنا وغمومنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واغفر ذنوبنا. المؤسسين والحاضرين تقبل اللهم اعمالهم، احفظهم في انفسهم وفي من يلوذ بهم، وارزقنا واياهم قريبا عاجلا زياره محمد وال محمد.